هاي واضح، اسمي جورجيو، معروف على السوشيال ميديا بجورجيو كابتر. انشهرت على السوشيال ميديا من خلال رسماتي، والكابتر مونسترز هن كاركترز انا مخترعهم. مرة زهقان بالصف صورت رفيقتي، رسمت عليها ونزلتها. شفت جورة على الطريق، صورتها، رسمت عليها ونزلتها. بهالطريقة كنت عم جرب فرجي أنا كيف عم بقدر أشع أشياء العالم ما بيكونوا قاشعينها. من هون لهون بلش العالم يحبون، بلشت أنا أنبسط، أتحمس أعمل أكتر رسمات. كل هول ودوا إنه يبلشوا publication والبرس يحكوا عنهم. صرت طلعت مرة بنيويورك ماجازين as one of the top 10 سناب شاترز worldwide، طلعت top 3. عن جد it was a big deal. من وقتها عن جد بلش الحماس، وبلش اشتغل مع انترناشونال براندز، اقدر ساعدهم كرمال يعملوا ستوريز عندهم، اخترع كاركترز لهم، فرجيهم عن جد كيف بيستعملوا السوشيال ميديا كرمال يكون في انجيجمنت مع العالم. سناب شات صار عندهم اوجمانتد رياليتي وعطوني الاكسس كرمال يكون انا عم بخترع اللانسز تبعي. رح فرجيكم هلا اكزامبل عامله، رح كون عامل نص وجه كابتر مونسترز اللي هو ريليتد للكاركترز اللي انا بعملهم. حطيت نص وجه ملون وعيني حولتها ل 6 عينين زياده. الانسبريشن تبعي كانت من ورا وولد ديزني، لانه هو عنده هيز كاركترز والعالم بيعرفوه من ورا هيز كاركترز، وحبيت اعمل شيء لقلت العالم يتذكروني منه.